بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فنشرع بإذن الله تعالى في المقدمة الرابعة في مبادئ الأحكام الشرعية. وبارك الله فيكم، المؤلف العلامة أحمد بن جابر بن جبران قدم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى كانت في المبادئ الكلامية، المقدمة الثانية كانت في المبادئ اللغوية، المقدمة الثالثة التي هي عندنا الرابعة الآن في المبادئ، مبادئ الأحكام الشرعية، وقبل ذلك المقدمة الأولى كانت في تعريف أصول الفقه، فصارت المقدمات كم؟ أربع مقدمات. نعم، فقال المقدمة الرابعة في مبادئ الأحكام الشرعية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. أحسن الله إليكم. قال العلامة أحمد جابر جبران رحمه الله تعالى المقدمة الرابعة في مبادئ الأحكام الشرعية: ليعلم أن الحكم الشرعي له ثلاثة أركان، حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه، وفي ذلك أربعة مطالب. المطلب الأول في مبحث الحكم نفسه، أو في مبحث الحكم نفسه، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريفه: فالحكم في اللغة مطلق القضاء، وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، لكن هذا التعريف لا يشمل خطاب الوضع إلا بتكلف، ولذا عرفه الشيخ زكريا وابن الحاجب بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو بأعم كالوضع، وعرفه الآمدي بأنه خطاب الشارع المفيد خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية لإدخال الوضع فيه. والتعلق المذكور في الحد نوعان: معنوي وتنجيزي. فالمعنوي ويعبر عنه بالصلوحي هو المتعلق أزلا بالمعدوم، ويتنوع أيضا إلى أمر ونهي وغيرهما مما سيأتي. والتنجيزي هو المتعلق بالمكلف حال تكليفه. نعم، قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: اعلم أن الحكم الشرعي له ثلاثة أركان، حاكم، محكوم فيه، محكوم عليه. الحاكم هو الله عز وجل، المحكوم فيه أفعال المكلف، المحكوم عليه هو المكلف. واضح؟ قال: اعلم أن الحكم الشرعي له ثلاثة أركان، حاكم، محكوم فيه، محكوم عليه، وفي ذلك أربعة مطالب. المطلب الأول في مبحث الحكم نفسه، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريفه، أي في تعريف الحكم. فالحكم في اللغة مطلق القضاء، الحكم في اللغة مطلق القضاء، حكمت، قضيت، قضيت، حكمت. واضح؟ ويطلق الحكم بمعنى المنع في اللغة، يطلق الحكم بمعنى المنع. أبني حنيفة احكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. احكموا سفهاءكم، امنعوا سفهاءكم. فجاء الحكم بمعنى المنع. قال هنا: فالحكم في اللغة مطلق القضاء، وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، لكن هذا التعريف لا يشمل خطاب الوضع إلا بتكلف. هذا التعريف الذي ذكره تابع فيه الأصل. أصل هذا الكتاب كما قلت لكم أكثر من مرة هو جمع الجوامع،
فإن جمع الجوامع لما عرف الحكم لم يدخل في التعريف الحكم الوضعي، وجعل الحكم قاصرا بالتكليف، فقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. قال لكن هذا التعريف لا يشمل خطاب الوضع إلا بتكلف، واضح؟ الحمد لله، يهديكم الله سبحانه وتعالى. قال وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، لكن هذا التعريف لا يشمل خطاب الوضع إلا بتكلف. إذن ذكر تعريف الأصل وتعقبه بما قال، ولذلك ذكر التعريف الآخر فقال ولذا عرفه الشيخ زكريا، يقصد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، كنيته أبو يحيى، ولد في سنة 826 وقيل 824 ومات في سنة 926، أي أنه عمر 100 سنة أو 100 وسنتين، وهو صاحب مؤلفات في علوم كثيرة، لا تكاد تجد فنا من الفنون إلا وله تأليف في ذلك الفن، وحازت مصنفاته القبول وانتفع بها الناس، وهو ممن جمع الله عز وجل له بين بركة التصنيف وبركة الطلاب، فإن من طلابه الشهاب الرملي الأب، ومن طلابه الخطيب الشربيني، ومن أشهر طلابه الشهاب ابن حجر الهيتمي رحمهم الله تعالى أجمعين. فقال هنا ولذا عرفه الشيخ زكريا، وعرفه بهذا التعريف في كتاب لب الأصول الذي هو مختصر لجمع الجوامع، وهو إن شاء الله عز وجل سيكون الكتاب المقرر بعد هذا الكتاب. قال ولذا عرفه الشيخ زكريا وابن الحاجب، ابن الحاجب من أئمة المالكية، اسمه عثمان بن عمر بن أبي بكر، جيد، اسمه سهل الحفظ، عثمان بن عمر بن أبي بكر، كنيته أبو عمرو، كنيته أبو عمرو، توفي في سنة 646، وكان صديقا زميلا لسلطان العلماء العز بن عبد السلام، حتى أن العز بن عبد السلام لما سجن دخل معه السجن ليؤانسه في السجن وليبقى ملازما له في السجن. هذا الرجل مما يغبط المذهب المالكي على وجوده معهم، على كونه علم من أعلامهم، فإنه جمع بين الفقه مع التمكن، والأصول مع التمكن، والقراءات مع التمكن، والنحو مع التمكن، وكان رحمه الله تعالى مضرب المثل في التمكن في كثير من علوم الشرع. وهذا الكتاب الذي ذكر فيه هذا التعريف هو المختصر الأصولي، وهو مطبوع. هذا المختصر قال عنه أحد أئمة الشافعية كمال الدين ابن الزملكاني، قال عن هذا المختصر ليس للشافعية مثله، عنده مختصر في أصول الفقه، قال عنه ليس للشافعية مثله، حتى أن ابن فرحون من علماء المالكية له كتاب اسمه الديباج المذهب في طبقات المذهب علماء المالكية، نقل هذه الشهادة والتزكية عن ابن الزملكاني في مختصر ابن الحاجب الأصولي، وقال كفى بها شهادة ممن خبر الكتاب، يعني هذه شهادة عالم يعرف قيمة الكتاب، وهو يقول إن الشافعية ليس لهم مختصر في الأصول كهذا المختصر، مختصر ابن الحاجب، وعليه شروح كثيرة
حتى أن التاج السبكي رحمه الله ألف شرحا على هذا المختصر مطبوع في 4 مجلدات اسمه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. ومن باب الفائدة أن التاج السبكي، تاج الدين ابن السبكي، ألف شرحا على منهاج البيضاوي. هذا الشرح الذي ألفه على منهاج البيضاوي ابتدأ في تأليفه والده تقي الدين السبكي، لكن كتب منه قطعة يسيرة فقط، ثم إن التاج الابن أكمل الشرح، وهو مطبوع كانت عندي طبعة قديما في اليمن، يعني ليست موجودة هنا، في 3 مجلدات، ورأيت بعض الطبعات الجديدة في 7 مجلدات، يعني حقق تحقيق واسع ونفخ الكتاب. هذا شرح على إيش؟ شرح منهاج التاج السبكي على منهاج البيضاوي، تمام. ثم بعد ذلك الشرح شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول، هذا في كتاب سماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. ثم بعد ذلك ألف جمع الجوامع واختصره من زهاء 100 مصنف كما قال، واضح. هذا مع أن التاج السبكي مات في نحو 40 أو 41 سنة فقط، يعني مات مبكرا، واضح. وهذا فقط في علم إيش؟ الأصول. وإلا مصنفاته حافلة، لو لم يكن من مصنفاته إلا الطبقات الكبرى للشافعية المطبوع في 10 مجلدات في 10 أجزاء لكفى بها، فألف الطبقات الكبرى والطبقات الوسطى والطبقات الصغرى. على كل حال هذه فقط جولة خفيفة حتى تشتاقوا مستقبلا لمطالعة هذه المصنفات. قال: ولذا عرفه الشيخ زكريا وابن الحاجب، عرفتم اسم ابن الحاجب؟ ما اسمه؟ عثمان بن عمر بن أبي بكر، عمر بن أبي بكر، وتوفى سنة 646. وتلحظ من هذا الزمن أنهم كانوا في عصر الإمام النووي، العز بن عبد السلام، بن حاجب، النووي، هؤلاء متعاصرون. فقال هنا بأنه، أي بأن الحكم، فالضمير يعود على الحكم، عرفه بأنه أي بأن الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو بأعم كالوضع، هكذا قال. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. اعترض بعضهم على هذا التعريف، قال: لما قلت بفعل المكلف قد يفهم شخص أن خطاب الله الذي يتعلق باعتقاد المكلف أو بقول المكلف لا يدخل في التعريف، واضح، لأنه قال خطاب الله المتعلق بإيش؟ بفعل المكلف. لكن نقول إن المراد بالفعل هنا ما يصدر عن الشخص، سواء كان اعتقادا أو قولا أو فعل جوارح، فليس المراد بالفعل هنا ما كان قصيما للقول والاعتقاد، ليس هذا المراد، إنما المراد بالفعل هنا ما يشمل القول والاعتقاد، اتضح؟ طيب. قال: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. ولاحظ معي، عبر هنا بالمكلف، وهو أولى من تعبير بعضهم المكلفين، لأن الخطاب قد يتعلق بمكلف واحد، كتعلق الخطاب بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما هو من خصائصه. فلو قلت المتعلق بفعل المكلفين ربما يقول قائل يخرج الخطاب المتعلق بفعل مكلف واحد، لكن قال هنا بفعل المكلف، ومن باب أولى خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين، اتضح؟ قال: بالاقتضاء، المراد بالاقتضاء الطلب للفعل وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراهة، فيكون عندك كم؟ 4 وجوبا، الطلب للفعل وجوبا
أو ندبا أو حرمة أو كراهة، هذا يدخل تحت الاقتضاء. قال أو التخيير يدخل هنا، أو المراد هنا الإباحة. فهنا انتهى الحكم التكليفي، على أن التكليف كما سيأتي معنا، على أن التكليف كما سيأتي معنا إلزام ما فيه مشقة وليس طلب ما فيه مشقة. واضح؟ سيأتي معنا هذا. قال أو بأعم، أو بأعم ما المعنى؟ المعنى كالآتي: بأنه خطاب الله المتعلق بأعم من فعل المكلف. واضح ولا لا؟ سيكون التعريف هكذا: الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا، وخطاب الله المتعلق بأعم من فعل المكلف وضعا، هكذا سيكون. إذن قال أو بأعم، بأعم من فعل المكلف، كأن تعلق الخطاب بفعل غير المكلف كالصغار والمجانين والبهائم، فإن خطاب الله عز وجل متعلق بفعل غير المكلف حكم وضعي، حكم وضعي كالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة على الصحيح في بعضها، لأنه حصل الخلاف في الرخصة والعزيمة، وحصل الخلاف في الصحيح والفاسد. واضح؟ فقال هنا أو بأعم كالوضع. في قوله كالوضع إشكال عندي، إشكال عندي، كان الأولى في ظني والله أعلم أن يقول وضعا، لأنه لما قال كالوضع قد يتوهم أن الكاف للتمثيل وأن هنالك مثال وهو الوضع، وربما في شيء آخر، لكن لا يوجد شيء آخر. ولديك عبارة غيره أو بأعم وضعا والله أعلم. ثم بارك الله فيكم، اعترض بعضهم على هذا التعريف فقال إن هذا التعريف دخلته أو، صح دخلته أو، ونحن درسنا في المنطق أن الحد، أن الحد لا تدخله أو، فإن الحد إذا دخلته أو فإنه معيب عند علماء المنطق، صح؟ وإذا دخلت أو في التعريف لا يكون حدا وإنما يكون رسما. واضح؟ وفي ذلك يقول الأخضري رحمه الله: ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجاز في الرسم، وجائز في الرسم فادري ما رووا. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم، في الرسم يجوز، وأو من باب الفائدة التي تجوز في الرسم هي أو التي للتقسيم، أما أو التي للشك فلا تكون لا في الرسم، ومن باب أولى لا تكون في الحد. اتضح؟ إيش قال الأخضر رحمه الله؟ ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدري ما رووا. جيد. قال رحمه الله تعالى وعرفه الآمدي، سيف الدين الآمدي صاحب كتاب إيش؟ الإحكام في أصول الأحكام، كان رحمه الله تعالى حنبليا ثم تشفع. واضح؟ سيف الدين الآمدي توفي في سنة كم؟ 631 تقريبا، مر معنا في بداية الكتاب أظن 631. قال رحمه الله، تأكد، قال رحمه الله وعرفه الآمدي بأنه كم؟ 631. الحمد لله. وعرفه الآمدي بأنه خطاب الشرعي المفيد، المفيد فائدة شرعية لإدخال الوضع فيه. هذا تعريف الآمدي مختصر،
ويستوعب الحكم الشرعي والحكم التكليفي. واضح؟ قال رحمه الله: والتعلق المذكور، أين التعلق المذكور؟ المتعلق، خطاب الله المتعلق. انتبه معي هنا، ضع القلم، انتبه معي، تمام؟ الخطاب توجيه كلام إلى الغير، إذن لا بد من مخاطب ومخاطب، وكلام الله عز وجل أزلي، وإذا كان كلامه سبحانه وتعالى أزلي فالمخاطب حين الخطاب لم يكن موجودا بل كان معدوما، فكيف يسمى خطابا؟ فنقول الحكم خطاب الله، مع أن المخاطب، مع أن المخاطب معدوم. اتضح هنا إشكال. خرج العلماء من هذا الإشكال فقالوا: إن خطاب الله عز وجل يتعلق تعلقا معنويا صلوحيا بالمعدوم، أي بالمكلف قبل أن يوجد. المكلف قبل أن يوجد يتعلق الخطاب به تعلقا معنويا، واضح؟ وإذا وجد المكلف بعد البعثة فإن الخطاب يتعلق به تعلقا تنجيزيا، واضح؟ وبالتالي قال عندنا تعلقان، تعلق معنوي وتعلق تنجيزي. التعلق المعنوي ما هو؟ قالوا التعلق المعنوي هو بالمكلف قبل وجوده، هذه الصورة الأولى، بالمكلف قبل وجوده أو بالمكلف بعد وجوده وقبل البعثة، أو بالمكلف بعد وجوده وقبل البعثة، لأنه قبل البعثة لا حكم، الأحكام إنما بعد البعثة، لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعده بمقتضى الدليل، واضح؟ إذن لو سألتك ما صورة التعلق الصلوحي أو المعنوي، يسمى صلوحي يسمى معنوي، ما صورته؟ قل هو التعلق الذي يكون بالمكلف قبل وجوده أو بعد وجوده وقبل البعثة، هذا تعريفه. طيب والتعلق التنجيزي؟ هو التعلق الذي يكون بالمكلف بعد وجوده بعد البعثة، بعد وجوده بعد البعثة، هذا تعلق تنجيزي، جيد؟ طيب وعلمتم لماذا أتوا بهذا التقسيم؟ ما سبب الإشكال الذي جعلهم يأتون بهذا التقسيم؟ إذا تقرر هذا فإن هذا التعلق أي الأول يسمى تعلقا معنويا ويسمى تعلقا صلوحيا، بمعنى أنه إذا وجد المكلف مستوفيا شروط التكليف صلح أن يتعلق به الخطاب، صالح أن يتعلق بالخطاب فسمي تعلقا صلوحيا. وأشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع إلى هذه المسألة فقال: والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق، والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق، أي معنويا، وأبى باقي الفرق، لأن المعتزلة يقولون كلام الله ليس أزليا، ينفون عنه الأزلية، واضح؟ وبالتالي هم نفوا التعلق المعنوي المعتزلة. هو إيش قال الحافظ السيوطي؟ والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق. تقدير البيت كالتالي، أنا قلت لا تكتب في درس الأصول ممنوع الكتابة: والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق. إيش تقدير البيت؟ الأمر والنهي اعتلق، أي تعلق بالمعدوم معنويا، الأمر والنهي اعتلق بالمعدوم، تعلق بالمعدوم أي معنويا، والأمر بالمعدوم، فقوله بالمعدوم يتعلق بالفعل اعتلق،
والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق، أي معنويا بالمعدوم. أما بالمكلف الموجود بعد البعثة فإنه يتعلق به تعلقا تنجيزيا. واضح؟ هذا البيت يلخص لك المسألة. والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق، أي معنويا، وأبى باقي الفرق. واضح؟ ثم إن شاء الله في المستقبل تحفظون الكوكب. قال هنا: وعرفه الآمدي بأنه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية لإدخال الوضع فيه. ثم قال: والتعلق المذكور، أي المذكور في التعريف، في الحد نوعان، معنوي وتنجيزي. فهمت هذا؟ قال: فالمعنوي ويعبر عنه بالصلوحي. وفهمت لماذا يعبر عنه بذلك؟ أي إذا وجد المكلف بعد البعثة، تمام، صالح أن يتعلق الخطاب به. قال: هو المتعلق أزلا بالمعدوم، ويتنوع أيضا، أي ويتنوع هذا الخطاب إلى أمر ونهي وغيرهما مما سيأتي. ولذلك الحافظ السيوطي أشار إلى هذا التنوع فقال: والأمر بالمعدوم والنهي، أي أن الخطاب يتنوع إلى أمر ونهي. والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق، أي معنويا. وهذه المنظومة كوكب الساطع من أحسن منظومات الحافظ السيوطي رحمه الله. قال هنا: والتنجيزي، أي والتعلق التنجيزي، هو المتعلق بالمكلف حال تكليفه، أي بعد وجوده بعد البعثة. هذا معنى قولي حال تكليفه، أي بعد وجود المكلف بعد البعثة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية في معرفة الأحكام التكليفية، وهي ما كان بطريق الاقتضاء أو التخيير. فالأول إما أن يكون الاقتضاء فيه لطلب الفعل أو لطلب الترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم. فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الإيجاب كالأمر للصلاة، وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب، وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة كالنهي عن الزنا، وما تعلق بغير الجازم منه فإن كان بنهي مقصود فهو الكراهة كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وإن كان بنهي عام فهو خلاف الأولى كالجلوس في المسجد بدون تحية المفهوم من الأمر بها. والثاني وهو ما كان بطريق التخيير يقال له الإباحة، وبما تقرر عرفت حدودها. حسنت. المسألة الثانية في معرفة الأحكام التكليفية، وهي ما كان بطريق الاقتضاء أي الطلب أو التخيير. فالأول أي ما كان بطريق الاقتضاء، إما أن يكون الاقتضاء فيه لطلب الفعل أو لطلب الترك، وكل منهما إما جازم أو غير جازم. فما تعلق بالطلب الجازم، ما المراد بالجازم؟ الذي لا يجوز تركه. الجازم الذي لا يجوز تركه. فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الإيجاب كالأمر بالصلاة، وما تعلق بغير الجازم أي بأن جاز فعله وتركه، وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب. واضح؟ كالوضوء ثلاثا ثلاثا ولم يمثل له. وما تعلق بالطلب الجازم للترك بأن لم يجز فعله، طلب جازم للترك لا يجوز فعله، تمام؟ قال: فهو الحرمة كالنهي عن الزنا. وما تعلق بغير الجازم منه فإن كان بنهي مقصود فهو الكراهة، إن كان بنهي مقصود فهو الكراهة كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل. والأعطان جمع عطن، الأعطان جمع عطن، والمراد بالعطن المكان الذي تنحى إليه الإبل
بعد أن تشرب الماء، تشرب الماء من هنا ثم تنحى إلى هنا ليشرب غيرها. هذا المكان الذي نحيت إليه الإبل بعد شربها يسمى عطن، وتكره الصلاة في أعطان الإبل، صح؟ مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة، كما قال علامة ابن رسلان رحمه الله في صفوة الزبد. جيد. إذن أعطان الإبل، الأعطان جمع عطن، وهو المكان الذي تنحى إليه الإبل بعد شربها من الماء ليشرب غيرها. وهذا الحكم ليس خاصا بأعطان الإبل، بل كل موضع من مواضع الإبل له نفس الحكم، كالمكان الذي هو مراح الإبل تنام فيه الإبل مثلا. قال هنا: وما تعلق بغير الجازم منه فإن كان بنهي مقصود فهو الكراهة، كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل. جيد. لأنه ثبت النهي عن الصلاة في أعطان الإبل بنهي مقصود لا يصل إلى درجة التحريم فكان مكروها. قال: وإن كان بنهي عام فهو خلاف الأولى. وإن كان بنهي عام، أي ليس بنهي مقصود بل بنهي عام، فهو خلاف الأولى. ما مثاله؟ قال: كالجلوس في المسجد بدون تحية. واضح؟ هذا التمثيل فيه نظر والله أعلم، لأن الجلوس في المسجد بغير تحية فيه نهي مقصود، فإن حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: فلا يجلس، هذا نهي مقصود. ولذلك الجلوس في المسجد بدون تحية هذا مكروه، هذا مكروه وليس خلاف الأولى، وإنما عليه أن يمثل بما لم يأتي فيه نهي مقصود أو نهي مقصود، كترك صلاة الضحى، فإن ترك صلاة الضحى خلاف الأولى. هذا النهي من أين استفيد؟ استفيد من الأمر بصلاة الضحى، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذن المثال الأولى أن يأتي به هنا مثلا ترك صلاة الضحى، هذا خلاف الأولى. قال هنا: وإن كان بنهي عام فهو خلاف الأولى. خلاف الأولى وخلاف المستحب تعبيران مترادفان، لو قلت هذا خلاف الأولى أو قلت هذا خلاف المستحب، وقريب منه لو قلت هذا خلاف السنة، فهذه التعابير أو هذه التعبيرات الثلاثة متقاربة، بل خلاف السنة بل خلاف الأولى وخلاف المستحب مترادفان، كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج. قال هنا: فهو خلاف الأولى كالجلوس في المسجد بدون تحية، المفهوم من الأمر بها لا. الذي ورد في الحديث نهي، فلا يجلس. واضح؟ فلا يجلس. طيب، إذا تقرر هذا فهنا بعض النقاط أو نقطة واحدة نذكر فقط، وهي: بارك الله فيكم، الكراهة، الكراهة ما ورد فيها نهي، ما ورد فيها نهي مقصود أو مخصوص لم يبلغ درجة التحريم، ما ورد فيها نهي غير جازم وهو مخصوص أو مقصود. واضح؟ هذه الكراهة. والمراد بالنهي هنا ليس مجرد ورود نص كنص حديث فقط، ليس هذا المراد، بل المراد هنا بالنهي ما يشمل الإجماع والقياس. واضح؟ فالنهي مثلا الذي يستند إلى القياس يستفاد منه الكراهة. إذن ليس المراد هنا بالنهي ما كان نص حديث فقط، اتضح؟
ولذلك عندما قلنا قبل قليل في تعريف الحكم إن الحكم خطاب الله، يدخل في خطاب الله خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل في خطاب الله الإجماع، ويدخل في خطاب الله القياس، فإن هذه الأشياء معرفات للأحكام، تعرفك حكم الله سبحانه وتعالى، خاصة أن الإجماع والقياس لا بد أن يكون لهما مستند، فالإجماع لا بد له من مستند، علمنا ذلك المستند أو لم نعلمه، والقياس كذلك إلحاق فرع بأصل، وشرط الأصل أن يكون منصوصا على حكمه، وهذا درستموه من قبل. وبالتالي نقول إن المكروه ما ورد فيه نهي مخصوص أو نهي مقصود لم يصل إلى درجة التحريم. هذا النهي قد يكون نصا، قد يكون إجماعا، قد يكون قياسا. قد يستفاد هذا النهي الذي هو نهي كراهة، قد يستفاد هذا النهي، انتبه لهذه النقطة، قد يستفاد هذا النهي الذي هو نهي كراهة من قوة الخلاف، من قوة الخلاف. فإذا حصل خلاف بين أهل العلم في فعل، هل هو واجب أو مندوب، فيكره تركه إذا قوي الخلاف. إذا حصل خلاف بين أهل العلم في فعل، هل هو واجب أو هو مندوب، يكره تركه. ونفترض أن مذهبنا أنه مندوب ليس واجبا، ومن أهل العلم من يقول إنه واجب، حصل خلاف هل هو واجب أو هو مندوب، مذهبنا أنه مندوب والخلاف قوي، يكره تركه. ومن ذلك ترك غسل الجمعة، واضح، لقوة الخلاف. ومن ذلك ترك صلاة الوتر لقوة الخلاف. ومن ذلك ترك الأضحية لمن كان قادرا عليها لقوة الخلاف. اتضح؟ لأن من أهل العلم من قال بوجوب غسل الجمعة، ومن أهل العلم من قال بوجوب صلاة الوتر، ومن أهل العلم من قال بوجوب صلاة بوجوب التضحية، وأيضا صلاة العيدين. فمن أهل العلم من قال بوجوبها، وإن كان مذهبنا أنها سنة لكن يكره تركها لقوة الخلاف في وجوبها. إذن قوة الخلاف تفيد الكراهة وإن لم يرد نهي خاص، يعني ما عندنا نهي خاص لا تتركوا غسل الجمعة، لا تتركوا صلاة الوتر، لا تترك الأضحية أو التضحية إذا كنت قادرا، لا تتركوا صلاة العيد، ما عندنا نهي خاص. من أين أتينا بالكراهة مع عدم وجود النهي الخاص؟ الجواب، أتينا بالكراهة مع عدم ورود النهي الخاص من قوة الخلاف. جيد، من قوة الخلاف. قوة الخلاف في إيش؟ في الفعل أو في الترك؟ قوة الخلاف في ماذا؟ في الفعل. لأن من أهل العلم من يرى وجوب الفعل، ومذهبنا ندب الفعل. إذن قوة الخلاف أين هنا؟ في الفعل. وأيضا قد تستفاد الكراهة من قوة الخلاف في الترك، قد تستفاد الكراهة من قوة الخلاف في الترك. ما مثاله؟ مثاله الشطرنج، فإن من أهل العلم من يرى تحريمه، ومذهبنا الكراهة، واضح؟ فهنا من أين أتينا بالكراهة؟ لقوة الخلاف في الترك، لقوة الخلاف في الترك. جيد؟ نعم. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فتستفيد أن الكراهة قد يحكم بها لورود نهي المقصود، والمراد بالنهي المقصود ما يشمل الإجماع والقياس، وأيضا قد يحكم على الشيء بأنه مكروه مع عدم ورود نهي خاص مقصود
لكن لقوة الخلاف إما في جانب الفعل وإما في جانب الترك. وحينئذ لا يشكل عليك إذا رأيت من أهل العلم من يقول مثلا لماذا حكم فقهاء الشافعية على هذا الأمر بالكراهة مع أنه لم يرد فيه نهي مخصوص. الجواب: حكموا عليه بالكراهة مع عدم ورود نهي مخصوص أو نهي مقصود لقوة الخلاف إما في جانب الفعل وإما في جانب الترك كما ذكرت لكم الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: والثاني وهو ما كان بطريق التخيير يقال له الإباحة. وهذا معروف. فائدة، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فائدة. الفرض والواجب مترادفان، أي اسمان لمسمى واحد، وهو طلب الفعل طلبا جازما، خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قال في الكوكب الساطع: والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمن إلى التخالف. قال التاج السبكي: والخلاف لفظي، أي إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا، وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا. فعندنا نعم أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى قدره، وللواجب من وجب الشيء وجوبا بمعنى ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو أن يثبت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت أن يثبت بقطعي أو ظني. وعند أبي حنيفة: لا أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى جزه، أي قطع بعضه، وللواجب من وجب الشيء وجبة إذا سقط، وما ثبت بظني ساقط من رتبة المعلوم. والمندوب والسنة والتطوع ألفاظ مترادفة على الأصح. نعم، أحسنت. قال: فائدة. الفرض والواجب مترادفان. الفرض والواجب مترادفان، أي في اصطلاح الأصوليين، أي جماهير الأصوليين، خلافا للحنفية. قال: أي اسمان لمسمى واحد، لأن اللفظ تعدد واتحد المعنى. هذا معنى الترادف، تعدد اللفظ واتحاد المعنى. قال: وهو طلب الفعل طلبا جازما، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال في الكوكب الساطع: والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان إلى التخالف، أي الإمام أبو حنيفة، وما لا نعمان أي أبو حنيفة. قال التاج السبكي رحمه الله: والخلاف لفظي. الخلاف لفظي، انتبه معي. مذهب الجماهير ومنهم الشافعية أن الفرض والواجب مترادفان، أي في الغالب الأكثر، وإن كانوا فرقوا بين الفرض والواجب في أبواب أو في مواضع، لكنها قليلة جدا، تعد بالأصابع. من ذلك في الحج، فإنهم في الحج قالوا إن الحج له أركان وله واجبات. أركان الحج: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف، طواف الإفاضة والسعي والحلقة والتقصير والترتيب للمعظم. جيد، هذه أركان، شوف ليس فروض، أركان. طيب، والواجبات: الإحرام من الميقات، نبيت بمزدلفة، نبيت بمنى، رمي الجمار، طواف الوداع. واضح؟ هذه إيش؟ هذه واجبات. فالواجب قالوا ما يجبر بدم، والركن لا يجبر بدم. طيب، هذا ركن وهذا واجب، أين الفرض؟ قالوا: والفرض يعم كل ذلك. إذن في الحج جعلوا الفرض شاملا للركن والواجب. إذن علاقة الواجب بالفرض علاقة
بعض بكل، فكل واجب فرض وليس كل فرض واجبا، هذا في الحج. إذن على كلام الشافعية في الحج، وذات الكلام تقوله في العمرة، على هذا الكلام الفرض والواجب في الحج والعمرة ليس بمترادفين. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني في الطلاق، فإن الزوج إذا قال الطلاق واجب علي، الطلاق واجب علي، فإن هذا الطلاق صريح لا يحتاج إلى نية، يقع الطلاق نوى الطلاق بذلك أم لا. لكن لو قال الطلاق فرض علي، فالطلاق هنا كناية لا يقع إلا إذا نواه. إذن هنا فرقوا بين الفرض وبين والواجب، هذا الموضع الثاني، واضح. لكن الأعم الأغلب أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، ومقتضى ذلك أي ومقتضى عدم التفريق بين الفرض والواجب أنه يصح أن يقول الناوي في نيته في الصلاة إذا أراد أن يصلي الظهر مثلا، نويت أن أصلي الظهر فرضا، يصح أن يقول نويت أن أصلي الظهر وجوبا، واضح، أو نويت صلاة الظهر وجوبا أو نحو ذلك، بناء على ماذا؟ على أن الفرض والواجب، على أن الفرض والواجب مترادفان. اتضح؟ مقتضى القاعدة بترادف الفرض والواجب أن ذلك يصح. هذا مذهب الشافعية. وذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني. وما ذكره هنا هو في ذلك، لكن هنا ذكر الاستدلال بالاشتقاق اللغوي، وهذه مسألة مهمة. هل الاشتقاق اللغوي يؤثر أحيانا على المصطلحات الشرعية أو لا؟ بل قد يستدل بالاشتقاق اللغوي أحيانا في تقرير حكم شرعي، واضح. فهو بنى المسألة هنا أو بين الدليل هنا على الاشتقاق الذي مر فيما سبق، فقال هنا قال التاج السبكي والخلاف لفظي. في الحقيقة أن نقول إن الخلاف لفظي مطلقا هذا يحتاج إلى وقفة، منه الجزء الأكبر لفظي، لكن أحيانا قد يوجد خلاف له أثر. قال هنا إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي، أي ما ثبت بدليل قطعي كما يسمى فرضا، يعني إذا ثبت بدليل قطعي نحن نتفق جميعا، أقصد العلماء، تمام، يتفقون جميعا على أنه فرض، لكن هل يسمى واجب؟ الحنفية قالوا لا يسمى واجب، لا يسمى واجب. وقال الجمهور يسمى واجبا، لأنه لا فرق بين كونه فرضا وكونه واجبا. قالوا ما ثبت بظني كما يسمى واجبا، هل يسمى فرضا أم لا؟ بسم الله. قال فعندنا نعم، أي عند الشافعية معهم الجمهور، أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى قدره. والفرض يأتي على عدة معاني، يأتي الفرض بمعنى التقدير، ومنه سميت الفروض المقدرة في الفرائض، فروض مقدرة، واضح. ويأتي الفرض بمعنى البيان، بمعنى البيان، قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما معنى فرض الله لكم؟ بيّن الله لكم. ويأتي الفرض بمعنى الإنزال، الفرض بمعنى إيش؟ إنزال. الإنزال، قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ما معنى فرض عليك القرآن؟ أنزل عليك القرآن. إذن الفرض يأتي لعدة معاني. فقال هنا أخذا للفرض، شوف أخذا هذا اشتقاق،
أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى قدره، وللواجب من وجب الشيء وجوبا بمعنى ثبت، لأن الواجب في اللغة بمعنى الثابت والساقط. الواجب في اللغة بمعنى إيش؟ الثابت والساقط، واضح. ومن ذلك قول الفقهاء في الفقه: لا يصح ضمان ما لم يجب، أي ما لم يثبت، صح ولا لا؟ إلا في الدرك، صح. ما معنى ضمان ما لم يجب؟ ما لم يثبت، هذا المقصود هنا. قال: وللواجب من وجب الشيء وجوبا بمعنى ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني. هذا مقدر سواء قدر بظني أو بقطعي، هذا ثابت سواء ثبت بظني أو بقطعي. إذن هذا حجتنا الذين نقول بعدم الترادف، جيد. وبالتالي قالوا: ما دام أنك تقول إن الفرض مأخوذ من فرض الشيء بمعنى قدره، والواجب مأخوذ من ثبت الشيء، تمام، سواء كان التقدير أو الثبوت بظني أو بقطعي في الحالتين، جيد. إذن لا تنظر إلى الدليل هل هو قطعي أو ظني، فهما مترادفان. هذه الحجة لمن قال بالترادف. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا، أي لا ترادف، أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى جزأه، فرض الشيء بمعنى جزأه، واضح، أي قطع بعضه. تقول: فرضت اللحم، أي قطعته أعضاء. قال: وللواجب من وجب الشيء، من وجب الشيء وجبة إذا سقط، لأن الواجب من معانيه في اللغة أيضا الساقط في سورة الحج: فإذا وجبت جنوبها، أي في البدنة، إذا نحرت تنحر قائمة، تمام. فإذا وجبت جنوبها سقطت في سورة الحج، وجبت جنوبها يعني إيش؟ سقطت. فالقرآن سمى السقوط إيش؟ وجوبا. فقال: وللواجب من وجب الشيء وجبة إذا سقط، وما ثبت بدليل ظني ساقط في الرتبة عما ثبت بدليل قطعي، واضح لنا؟ من حيث الاشتقاق اللغوي دليل ظاهر، لكن يبقى أن الترادف أقوى، واضح؟ الترادف أقوى لأن الأدلة الشرعية لم تفرق. على أن، انتبه معي، على أن شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في غاية الوصول شرح لب الأصول قال: إن الحنفية ناقضوا أصلهم. قال: إن الحنفية ناقضوا أصلهم. لماذا ناقضوا أصلهم؟ كيف ناقضوا أصلهم؟ قال: إذ سموا أشياء فروضا مع أنها لم تثبت بدليل قطعي. فمن ذلك أنهم قالوا: إن مسح ربع الرأس فرض، مسح ربع الرأس فرض، واضح، مع أنه لم يثبت بدليل قطعي. ومن ذلك أنهم قالوا: يجب الوضوء من الفصد، الفصد يشبه الحجامة، قالوا يجب الوضوء مع أنه لم يثبت بدليل قطعي، مع أنهم قالوا إن الوضوء من الفصد فرض، ومع ذلك أنا إيش قلت؟ واجب؟ لا، سبق لسان. قالوا إن الوضوء من الفصد فرض مع أنه لم يثبت بدليل قطعي، واضح. قالوا إن مسح ربع الرأس فرض مع أنه لم يثبت بدليل قطعي. قال: فإنهم ناقضوا أصلهم في مواضع. وعلى كل حال، هو قال هنا تبعا للتاج السبكي: إن الخلاف لفظي، لكن قلت لك إن الخلاف في جزء كبير منه قد يكون لفظيا، لكن أحيانا معنوي. ومن ذلك أن الحنفية مثلا يقولون: إن القراءة في الصلاة فرض، لأنها ثبتت بدليل قطعي، وهو قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن قراءة الفاتحة بخصوصها واجب، واضح، قراءة الفاتحة بخصوصها
واجب لأنها ثبتت بدليل ظني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وبناء عليه لو أنه صلى فقرأ قرآنا غير الفاتحة قالوا تصح صلاته وإن كان يأثم على ترك الواجب. فهمتم علي؟ طيب من يرادف بينهما هل يصحح الصلاة؟ لا. إذن الخلاف نعم لفظي في الغالب لكن أحيانا يكون له أثر. اتضح؟ قال رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة لا أي لا ترادف. تمام؟ أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى جزأه يرحمك الله أي قطع بعضه. وللواجب من وجب الشيء وجبة إذا سقط وما ثبت بظني أي بدليل ظني ساقط من رتبة المعلوم، والمعلوم يعني اليقيني الثابت بالقطع. ثم قال والمندوب والسنة والتطوع ألفاظ مترادفة على الأصح. المندوب والسنة والتطوع والمستحب والنفل والمرغب فيه والحسن على قول بعضهم 7 ألفاظ مترادفة على الأصح. ولكن انتبه لا يعني كونها مترادفة أن المستحبات في رتبة واحدة، بل إن بعض المستحبات آكد من بعض. واضح؟ ثم قال المسألة الثالثة، هذا مفتتح الدرس القادم، طويلة هذه، إيش تقرأ يا سيد محمد؟ والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذه تحتاج